النهارده الشباب لما كنا نسالهم زمان لو جات لك فرصه سفر تاني مع انك بحت اللي وراك قدامك واستلفت ونجيت من الموت هستافد، بيقول اه هستافد، ما مش بلدي مش لاقي نفسي فيها. عشان دلوقتي بيقول لك لا انا في مصر هقدر اعمل حاجه، بدليل ان كان في ناس كتير قوي مسافره وخارج مصر بره مصر ورجعت، رجعت مصر بتبني معانا، حست بانها كرامه. انها السعوديه للاسف كانت بتعامل المصريين منتهى الاهانه، والكويت زي ما حصل اكتر من واحد اعدموه في الدول العربيه حتى ما قدرناش نعمل لهم حاجه. لكن النهارده المصري كرامته مرفوعه، كل العالم بيتكلم عنه مع ان الثوره لم تكتمل. يا بل لو الثوره دي اكتملت هنعمل ايه؟ انت فخور كلنا ولا بنقول ارفع راسك انت مصري؟ طب تعالى بقى نكمل. بقول كمان الاعلانات، الاعلان اللي كان متمول من دمنا من دم الشعب لانجازات السيد مبارك وجمال وعائلته والسودان، ما تيجي نعمل حملات للتوعيه، نطالب بحقنا ازاي؟ تيجي نعمل حملات للدستور عن طريق الفضائيات التلفزيون المصري اللي في كل بيت، عن طريق الاذاعه نعمل حملات توعيه.